مجموعة كبيرة من الفنانين والنحاتين اجتمعوا لمدة أسبوعين بأسواق بيروت ضمن معرض أرامي يلي جمع لوحات وأعمال فنانين أرمن من مختلف أنحاء العالم ويلي تميزوا بأعمال تركوا بصمتهم بهالمجال. تحت رعاية السفارة الأرمنية بلبنان قدم أرامي أرت جاليري سنشور ريفيليشنز لعدد من الفنانين الأرمن من كل أنحاء العالم، حيث حضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات والمهتمين. أول شيء نحن أرامي أرت جاليري، نحن موجودين بأرمينيا، عنا فرع بلبنان وبلوس أنجلوس. أرامي أرت جاليري نحن نشتغل مع تقريبا 28 فنان فنانة بأرمينيا، في أكثر من 1200 فنان مسجلين بالنقابة الفنانين، بس نحن نشتغل مع إليت الكريم أوف الأرتست. هلا ثالث مرة نعمل بأسواق بيروت، وشكرا لإدارة سوليدير وأسواق بيروت لأنه عم بيعطينا المطرح. نوصل لختام حلقتنا لليلة من أجندة. إذا كنتوا حابين نكون معكم بمناسباتكم الاجتماعية الفنية والثقافية، ما تنسوا ترسلونا على البريد الإلكتروني agenda@future.com.lb. أنا زينة جنبي، بودعكم وبقلكم باي.